احنا جينا اليوم في هذا كان العمل في هذا الورش ديال الاكسبوزيسيون باش نبينوا ثقافه الالعاب الالكترونيه ما بين القديمه والحديثه. الحمد لله قدرنا نتواصلوا بشباب اللي قدروا يعطيونا افكار جديده في خدمه الالعاب الالكترونيه. احنا كشركه زفيكستك قمنا تنقوموا باعاده تطوير الالعاب القديمه واعادتها للحياه وكذلك دمجها مع الالعاب الحديثه بخلق منتوج اللي تجمع ما بين الالعاب القديمه والحديثه. تنعطيو المنتوجات ديالنا اللي هي مغربيه 100% ما بين التركيب فابريكاسيون كونسيبسيون ديفينيسيون. قمنا بعمل واحد المنتوج خالص بالمغرب التراث المغربي وكذلك سياره الكترونيه فيها لعبه نقدروا نقولوا من هنا لقدام نقدروا نديروا لعبه مغربيه سميتها تاكسي بيض. خصصنا لهذا المنتوج هنا للمعرض باش يعرفوا ان المنتوج مغربي 100%. هاد المنتوجات اللي تتشوفوا قدامكم راه منتوجات مغربيه 100% يعني لاول مره. وكان هذا المعرض زعما فرصه باش نبينوا المنتوجات ديالنا لجميع الفئات.